أما هلأ ليا بننتقل لفقرتنا الأخيرة لليوم، وموضوع بهم كل الصبايا والسيدات، ونحكي عن الأمراض الأكثر شيوعا المتعلقة بأمراض الثدي. عم نشوف بالعشر سنوات الأخيرة في أمراض كتير عم تنتشر بخصوص هيدا الموضوع. معنا الدكتورة علا قاسم، أخصائية بأمراض الثدي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخيرات يا هلا. صباح الخير دكتورة. صباح الخير. يعني بالبداية خلينا نحكي شو هي أكثر أمراض الثدي شيوعا، غير يمكن معروفة، ناس كتير أو سيدات كتير ما بتأدرك أنه هي عندها نسبة هي الخطورة. يعني نحن دائما بنقول سرطان الثدي الله يبعده عن الكل، ولكن في أمراض أخرى خلينا تمام نحكي. أحسنتي. هلا بشكل عام أمراض الثدي مثل ما حكيتي أنت، الشيء المعروف هو سرطان الثدي، وكتير شائع وبيعمل فوبيا لكل السيدات، بس لازم يعرفوا أنه أمراض الثدي السليمة أشياء بكتير من سرطانات الثدي. طبعا بصير التركيز على سرطان الثدي لانه شيء يعني مثل ما بنعرف كلياتنا اكتشافه الباكر، علاجه الباكر بيعطي نسب شفاء عاليه، بس بالمقابل في كثير نحن عندنا طيف واسع من الامراض السليمه بالثدي، واللي هو بشكل يعني نسبه كبيره من مشاهداتنا لمريضاتنا بالعياده تبعنا. بشكل عام من اشيع الامراض اللي بنشوفها نحن بالثدي السليمه هو الداء الليفي الكيسي، تمام، او إذا بدنا نسميه نحن الأورام الليفية اللي موجودة بالثدي، واللي هي غالبا بتكون يعني عن سيدات ضمن سن النشاط التناسلي، يعني ضمن عمر الشباب خلينا نقول بين عمر 25 و 45 سنة. هذا أشياء شيء نحن ممكن نشوفه. طيب خلينا نحكي عنه بما أنه أشياء شيء داء الليفي الكيسي، إذا فينا نسميه يصاب قلتي من 25 لل 35 هذا الرينج، بس نحن ممكن نشوفه بس تمام. حالات أقل فينا نقول. خلينا نحكي عنه أعراضه شو هي، لأنه دائما عندنا السيده تهمل نفسها، يعني بيكون في اعراض، بعض الاعراض الخفيفه اللي ما بتنتبه لها بتقول انه لا هي شيء طبيعي، ممكن تاثر على مرحله العلاج بشكل كثير كبير. تمام. هلا كداء ليفي كيسي حكينا عنه، اللي هو اشياء شيء نحن ممكن نصادفه عند السيدات بهي المرحله العمريه. هلا الشكايه، الاشياء اللي ممكن تجي فيها السيده شيء يعني شكايتين صراحه. واحد، رقم واحد هو الالم، الم الثدي اللي كمان شيء يعني بيسبب كمان فوبيا وقلق للسيده كالم بمنطقه الثدي. العرض الثاني كمان الاساسي والمهم بهذا الداء هو التظاهر الاورام اللي هي خلينا نقول او التكتلات، او انه مثلا المريضه حاسه بشيء بصدره، في مثل الكتله او تورم او تعقد، اللي بدها تسميه تسميه، بس هو غالبا بيكون مثل ما حكينا هو ناتج عن شيء سليم. طبعا يحتاج مزيد من الاستقصاءات، اكيد فحص سريري اكيد لازم يكون موجود. الاستقصاءات الثانيه اللي نحن بنطلبها بتساعد لتفرق اذا هذا الشيء هو فعلا كيسه مثلا، ولا ورم ليفي، ولا اشياء ثانيه ممكن تكون هي يعني سبب هذا التورم اللي ظهر عند السيده. نعم. دكتوره علا، كثير من لاقي سيدات بخافوا انه هن يفحصوا حالهم عند الطبيبه، لانه يعني اكيد رح يروحوا فورا او يكتشفوا شيء خبيث او يروحوا فورا للعمليه. تمام. اليوم خلينا نضوي على موضوع اما الكتل الحليبيه خلينا نقول عند الصبايا الصغار، او الكتل بتجي هي دهنيه احيانا. تمام. بتجي كتل اشكال والوان، في إلى دواء معالج ولا فورا الى العمل تمام. الجراحي والتنظيري؟ بالنسبه لموضوع الاورام او الكتل اللي بالثدي، مثل ما حكينا 80% من الكتل هي عباره عن كتل سليمه. تمام. رقم واحد هو الفحص السريري، الطبيب اليد الفاحصه الخبيره هي اللي بتحدد هي الكتله شو، وبالتالي نحن هون امام توجه اما انه مراقبه، يعني انه المريضه مثلا عباره عن مراقبه لاصقه يعني بفاصل كل 6 شهور، احيانا ممكن كل سنه او كل 3 شهور، حسب كل حاله بتختلف عن الثانيه. الخيار الثاني هو الجراحه، طبعا الجراحه له استطباباته، يعني انا حكيت كلمه داء ليفي كيسي، اذا انتبهتوا كلمه داء معناته هو شيء منتشر، معناته انا في عندي اكثر من كتله، اكثر من كيس موجود ضمن الثدي. تماما. فنحن مو الخطوه الاولى هي الجراحه، الجراحه لها استطباباتها، هي موجوده وقائمه، ولكن ما بكل الحالات. يعني مثلا عندي انا سيده عندها مثلا كتل متعدده بالثديين، هل يعقل من المنطق اني فوتها مثلا وشيلها كل هدول الكتل؟ اكيد لا. نحن الكتل اللي بنشيلها هي كتل بتعطي علامات انذاريه على بالفحص السريري وبالمراقبه وعلى صوره الاشعه اللي نحن بنطلبها، او بالاحرى صوره الايكو حسب المرحله العمريه للسيده. بس بشكل عام لا، ما كل الكتل هن استطباب استئصال جراحي، في شيء عندنا يا مراقبه، وممكن يدوب على الادويه. لا، بدي ركز على هي النقطه، ما في شيء اسمه كتله بتظهر بالثدي ممكن تدوب، او في علاج ممكن يروحها.
أوكي؟ هو الشيء أنا بشبه له للمريضة مثل خلينا نقول هذا الداء هو ناتج عن تبدلات طبيعية تكاثرية وانطمارية نحن بنسميها بالثدي. يعني نحن مثل ما عم نكبر وشنا عم يتغير، عم تظهر أحيانا بعض الشامات اللي ما كانت موجودة بوشنا أو بعض الزوائد، نفس الشيء الثدي. فهي متى ما تشكلت هي تشكلت، ولكن قد الحجم يتفاوت حسب نحن امتى نحن اكتشفناها من الدورة التنطية خلينا نقول، تمام؟ فممكن احيانا تحس السيدة انه عم تتورم او كبرت، شهر تاني حسيتها صغرت، هي لا كبرت ولا صغرت، هو اللي صار انه تأثير هرمونات يعني الطمث على الثدي مثل ما بيأثر على الرحم بيأثر على كثير اماكن بجسمنا بيأثر على الثدي، وبالتالي في هالكتلة هي بيصير في توزن في تورم فبتعطي ظاهريا حجم اكبر من حجمها الحقيقي، ولكن بعد فترة او بالنصف الثاني من الدورة بتلاحظ السيدة انه هي الكتلة اللي كان اختفت او انه صغرت، هي لا ما صغرت ولا اختفت، وانما هالتورم او التوزم اللي كان حواليها هو اللي اختفى، واحساسه بهذا الشيء هو اختفى. هو شيء متى ما وجد فهو بيضل موجود، الاساس فيه هو المراقبه، الاستطباب الجراحي بيتم بحالات محدده، لما لا سمح الله في عندي شك انه يكون في مالجنسي او خباثه هون انا بروح باتجاه الخزعه، او هالكتله هي عم تكبر بشكل شكل بارز اكثر، تمام، يعني عم تكبر خلينا نقول بشكل اكثر من المسموح لها كمعدل نمو، تمام. يعني احنا حكينا انه العلاج الاساسي فيه هو مراقبه كل 6 شهور، انا بعد 6 شهور اذا لاحظت انه هي الكتله مثلا زادت ملي او مليين هذا ولا شيء، بس اذا لاحظت انه هي الكتله تضاعف حجمها، يعني كانت 1 سم صارت 2 سم، لا انا هون لازم اتداخل، لازم اعرف شو السبب، او مثلا الكيسات اللي عم يكبر حجمها او اللي عم تكون بمكان عم بيسبب يضغط على اعصاب او شيء فيعمل لي الم شديد كثير للسيده، ففي استطبابات خاصه للجراحه، بس العلاج الاساسي فيه هو المراقبه، ويعني تضل السيده تحت السيطره كما يقال وتحت المراقبه. في غدد مهاجره فينا نسميها الغدد الليمفاويه، يعني ممكن الصبيه تشعر فيها بعدين ما تشعر، هي اثارها طبيعيه ما فينا انه يعني هي بتلاقيها بس في يعني بتلاقي بعض الحالات نحن بنسمع انه تحت الابط بعدين نزلت لعند الصدر، هي غدد ليمفاويه ولا بنسميها غدد حمى؟ هذا في شيء اسمه ثدي هاجر، في شيء اسمه التهاب عقد ليمفاويه، بنميز بيناتهم. الثدي الهاجر هو عباره عن نسيج ثدي جنيني موجود من الحياه الجنينيه، نحن اثناء التطور الجنيني بيكون في شيء اسمه خط الحليب اللي امتد من الابط باتجاه الحلمه مكان الصدر الاساسي وانت نازله باتجاه الناحيه الارهابيه. هلا في بعض مثل باقي التشوهات اللي ممكن تصيب الجسم انه هذا الخط ما يتراجع كاملا، هو المفروض عند الانسان يتراجع ويضل بهذا المكان المحدد له اللي هو مكان الثديان اللي كنا بنعرفه. اللي بيصير عند بعض السيدات او الصبايا ما بيتراجع، بضل في عندي شيء اسمه نسيج ثدي هاجر نحن بنسميه. هلا هذا غالبا ما بيتظاهر الا لما بيصير في عندي تحريض للثدي، يعني مثلا سيده او صبيه تزوجت صار في حمل صار في ارضاع، لاحظت انه في شيء تحت ابطه مثلا بجهه واحده او بجهتين، تمام، ما كان موجود سابقا، هو لا كان موجود ولكن ما كان في عليه، لانه لما بيصير في تماما في يصير في ارضاع اي نسيج ثدي سواء بمكانه او هاجر بده يتلقى هذا التحفيز الهرموني، فلهيك رح يكبر وتحس بهذا الشيء. هو شيء سليم ما بيخوف، يعني ممكن نراقبه بس احنا مفضل اكيد انه نشيله، لانه هو بالنهايه نسيج ثدي معرض مثله مثل الثدي الاساسي لانه ينصاب فيه كانسر، وبالتالي يعني بتكون يعني خلينا نقول اكتشافه اصعب، لانه ما راح يخطر لبال السيده انه مثل ما عم تعمل فحص ذاتي للثدي اللي هو بمكانه الاساسي انه تعمل فحص للمنطقه اللي تحت، راح يصير في عندها لبس كما يقال، ما راح تحسن تميز الا اذا كانت عم تتابع من قبل طبيب او طبيبه مراقبه. العقد الليمفاويه شيء ثاني، يعني هلا قد تكون هي العقد هي انتقال لا سمح الله من سرطان الثدي، قد تكون التهابيه لاسباب ثانيه ما لها علاقة بالثدي أبدا، يعني بالنهاية النزح الليمفاوي ليست هرمونية وإنما يعني خلينا نقول أسباب التهابية إنتانية سواء فيروسية أو جرثومية، عرفتي كيف؟ يعني أحيانا ممكن جرح صغير باليد أو بالساعد يؤدي إلى ضخامة عقد ليمفاوية بالمنطقة، بالنهاية العقد هي مرشحة المخلوقة بالجسم لحتى في أي التهاب أو أي شيء هي تكتنفه تحتويه، تمام؟ فبس يعني مو دائما كل ضخامة عقد ليمفاوية تحت الأبط هو شيء خطير أو بيخوف. في حال غياب كتلة واضحة بالثدي ما كتير بنعطي أهمية، رغم أنه في نسبة كتير نادرة أنه يتظاهر سرطان الثدي بنقاء للعقد قبل ما يتظاهر بكتلة أساسية، بس هيك نحن بنكون عم نروح على الأشياء كتير كتير نادرة، ويعني ما بدنا نخوف السيدات، إيه بس بشكل عام أكيد أي مشكلة يجب أن تستقصى
المريضة ما لازم تهمل أي شكاية بما يتعلق بالثدي أو المنطقة اللي حواليها، لأنه برجع بقول وبأكد هاي المنطقة ظاهرة، وبالتالي نحن أي مشكلة بتصير فيها نحن قادرين على أنه نكتشفها، وبالتالي يعني المرحلة الباكرة بالتشخيص هي أساس الشفاء والعلاج تمام. والإنقاذ من أي أمراض خطيرة. يعني دكتورة علا، خلينا نحكي بنقطة كتير مهمة، أغلب يمكن الليف الموجود بالصدر له علاقة أيضا بالرحم، خلينا نحكي عن هي العلاقة. يعني بيقولوا المرأة اللي عندها ليف على الرحم فأكيد نفحص لصدرها لأنه على الأغلب بيكون عندها، خلينا نحكي عن هي العلاقة، شو خص الرحم بالثدي حقيقة، وهل صحيح أنه بالرحم له علاقة؟ حقيقة ما في أي علاقة بين الأورام اللي فيها بالرحم والأورام اللي فيها اللي ممكن تكون بالثدي. هلأ في حالات جدا خاصة وبعيدة ونادر ما نشوفها، متلازمات وراثية ممكن نشوف ترافق أورام ليفية بالرحم أو سرطانات بالرحم مع سرطان الثدي، ولكن كأورام ليفية بالثدي مع أورام ليفية بالرحم أبدا ما في أي ترافق ولا أي يعني إنه هذا طلع لازم يكون هم فيه أبدا نهائيا، ما في أي ترافق، معلومة ما أنا صحيحة. طيب دكتورة بالختام أشرتي النقطة المهمة، قديش في بعض التفاصيل مهمة ولازم ما نهملها أبدا، بعض النصائح لكل السيدات والصبايا اللي عم يتابعونا، شعور بأي عارض أو مشكلة قديش مهم نتوجه للطبيب والاستشارة لنتفادى كتير من المشاكل الصحية بالمستقبل. تمام، هلأ قبل الاستشارة الطبية أنا بأكد على ضرورة أنه نحن لازم نتعرف على كل سيدة كل صبية كل بنت كل بنت ابتداء من عمر 18 سنة 20 سنة تتعرف على الثدي اللي عندها، تفحصه، تعرف شو ملمسه، تعرف كيف قوامه تمام، وبالتالي ظهور أي مشكلة بالمستقبل. يعني نحن هلأ كتير عم بنشوف أمراض الثدي وكتل الثدي وسرطانات الثدي عم تزداد أكتر، نسب انتشارها كتير عم بتكون كبيرة، فبالتالي حق علينا واجب علينا أنه نحن نتعرف على بنية هذا العضو الظاهر اللي أمامنا واللي نحن فينا نفحصه، نبلش بالفحص الذاتي بأعمار مبكرة، السيدات يتعلموا يعلموا بناتهم، وفي حال شافوا أي شيء أو أي اكتشفوا أي شيء أو شيء هن ما حسنوا يفسروه أو يشوفوه طبيعي أكيد ما يترددوا أبدا بأخذ المشورة الطبية بالفحص السريري عند الطبيب، وأكيد في حال طلب الأمر استقصاءات لازم ما نتردد أبدا أنه نكملها ونساويها. نعم أيضا خلينا بس ننوه إلى فكرة، يمكن أي عمل جراحي بالثدي قديش نسبة قديه نسبة بالمية أنه يرجع يطلع أي شيء من الكتل، إن كانت إذا إن شاء الله ضمن عمل جراحي هل رح تطلع مرة تانية، وهل الصبية بتعيش حياة عادية ولا لا لازم تأخذ دواء لمرحلة كتير كبيرة والمراقبة، وخاصة إذا كان في عمل وراثي بالعيلة؟ تمام، هلأ ككتل وعمل جراحي بشكل عام الكتل السليمة هي ما بتنقص تمام، ولكن بأكد على فكرة أنه نحن عم نحكي استئصال كتلة في سياق داء ليفي كيسي، يعني أنا عمليا عندي أكثر من كتلة بالثدي، برجع بقول ما كل الكتل هي مرشحة للاستئصال، أنا شلت الكبيرة أو شلت الكتلة اللي ماني مرتاحت لها ماني مطمنت لها أنه تضل أو المضايق المريضة، بس بالمقابل في عندي أنا كتل ضلت فهي لا تعتبر نكس وإنما هي جزء من مثل ما حكينا التشخيص أو الداء اللي في الكيسي. بالنسبة لسرطانات الثدي خلينا نقول استئصال كتلة أكيد يعني كسرطان في نسبة نكس رغم كل العلاجات أكيد موجودة هذا النكس، يختلف من سيدة لأخرى حسب نوع الورم حسب درجته، إذا هو ما زال لساته صغير ابن عالم وناس لساته هيك كتكوت صغير ولا عاطي هيك انتقالات وانتشارات أكيد هون نسبة النكس بتكون أكبر. نعم يعني معلومات كثيرة اليوم أخذناها منك دكتورة علا، شكرا، بدنا نشكرك، شكرا كثير لإلك، وبدنا نتمنى السلامة لكل العالم ويعطيك العافية. الله يعافيكم، يعطيكم العافية. وجودك الدكتورة علا قاسم أخصائية بأمراض الثدي، شكرا كثير لك. أهلا وسهلا، يعطيكم العافية.